كانت تطلب من بلال يؤذن، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله حنت وأنت وارتجت المدينة معها، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قالت أبا يا رسول الله اسمك على المنائر ورسمك في المقابر، ثم تقع مغمى عليها إلى أن يقطع بلال الأذان ويتجه إلى الشام. يبقى هناك فترة في ليلة من الليالي هاي اسمعوها أيضا، رأى رسول الله في المنام ورسول الله يقول من رآني فقد رآني. قال له يا بلال هذا حتى أنت هجرت ابنتي فاطمة. قام بلال شد حقائب سفره وأقبل إلى المدينة، وصل الباب الزهراء رأى الحسن والحسين واقفين على الباب. قال سيدي السلام عليكما، يا ريحانة يا رسول الله وعليك السلام يا بلال. قال سيدي استأذنا لي على أمكما فاطمة حتى أدخل عليها أسلم عليها. فأجهشا في البكاء، قال يا بلال عظم الله لك الأجر لقد ماتت أمنا فاطمة.